هنتكلم النهاردة عن الكربوهيدرات الوحيدة اللي مش بتأثر على الإنسولين، وكمان هتقللك من مقاومة الإنسولين اللي انت بتعاني منها. بس في الأول خلينا نتكلم عن الإنسولين. من أسباب ارتفاع هرمون الإنسولين في الجسم أول حاجة مقاومة الإنسولين، ومقاومة الإنسولين بتحصل لما الجسم ما يستجبش للإنسولين اللي البنكرياس بيقوم بإفرازه، فبالتالي بيحفزه إنه يفرز الإنسولين بشكل أكبر. وتاني حاجة إن الخلايا اللي بتفرز الإنسولين تنمو بشكل أكتر من الطبيعي، وتالت حاجة إن يكون في ورم نادر في خلايا غدد البنكرياس المسؤولة عن إفراز الإنسولين. طيب زيادة الإنسولين دي بتسبب إيه؟ طبعاً كلنا عارفين إن الإنسولين هو الهرمون المسؤول عن التخن واكتساب الوزن، والهرمون اللي بيمنع الجسم من حرق الدهون، وهو الهرمون المسؤول عن تخزين الدهون. فبالتالي وجود كمية من الإنسولين حتى لو مش كبيرة هتعمل عائق في خسارة الوزن، وهتخلينا نخس بشكل أقل، وهتسبب زيادة في الوزن. واتكلمنا كتير عن الكربوهيدرات وأضرار الإفراط في استهلاك الكربوهيدرات. طيب هل في يا دكتور نوع من الكربوهيدرات ما بيأثرش على الإنسولين؟ أيوة، والنوع الوحيد ده هو الألياف أو الفايبرز. لكن مشكلة الألياف دي إنك عشان تحصل عليها عادة بتكون موجودة مع نوع من الكربوهيدرات اللي بتأثر على إيه؟ على الإنسولين. زي إيه الكربوهيدرات دي؟ زي العيش والمكرونة والبسكوت والمخبوزات والأرز وغيرهم. يعني إحنا لما ناكل الحاجات دي إحنا بناخد ألياف اللي هي مفيدة وكويسة، لكن هي برضو فيها كربوهيدرات بتأثر على إيه؟ على الإنسولين وتعتبر ضارة. فإحنا هنا بندور على ألياف ناخدها من مصدر ما يأثرش على الإنسولين. النوع بقى اللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة هو الألياف اللي بنحصل عليها من الخضار الورقي الغير نشوي. في الخضار عامة زي أنواع كتير زي الخس والخيار والكرنب والجزر والبروكلي والأفوكادو والفاصوليا والبسلة وغيرهم. وإحنا في استهلاكنا للخضار ما بنحتاجش نحسب الكمية اللي المفروض ناكلها زي طبق السلطة مثلا، لكن في الكربوهيدرات استهلاكنا ليها لازم يكون بحساب. ما ينفعش نسبة استهلاكك للكربوهيدرات تتجاوز 30 أو 40 جرام. والخضار المفروض يوميا مش اقل من طبق سلطه كبير محترم في مجموعه متنوعه من الخضار الغنيه بالالياف، وما تحسبش اكلت قد ايه، ولازم يكون جزء لا يتجزا من نظامك الغذائي الصحي او لو كنت بتتبع نظام الكيتو دايت، الا في حاله واحده لو عندك التهاب معين او مشكله في الامعاء اللي ممكن الاكثار من الخضار يسبب لك مشكله او نوع من الانتفاخ. طيب خلينا نتكلم عن الفوائد التانية اللي بنحصل عليها من الالياف اللي موجوده في الخضار. الالياف بنحصل منها على معادن زي البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي بتمنع يحصل لك تشنج او كرامب مثلا لو انت ماشي على كيتو دايت، او تمنع ان يحصل لك ارهاق او تعب في بداية مشيك على نظام التخسيس اللي انت ماشي عليه. وكمان الخضار ده موجود فيه فيتامينات بشكل كبير وعالي زي فيتامين سي وفيتامينات باء، وفيها حمض الفوليك وفيها معادن نادرة، وفي كمية غير عادية من المغذيات النباتية اللي ليها دور قوي وفعال كمضادة للالتهابات ومضادة للسرطانات والوقاية من الامراض بشكل عام. طيب حاجة مهمة جدا موجودة في جسمنا لازم نعرفها، وهي البكتيريا الحميدة أو الميكروبيوم. هي نوع من أنواع البكتيريا اللي بتتواجد بشكل كبير داخل الجهاز الهضمي، ووظيفتها الرئيسية بتسهل عملية الهضم وحماية الإنسان من الإصابة بأمراض كتير. ومن فوائدها كمان إنها بتساعد في عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي بتساعد في حرق الدهون وإنقاص الوزن، وكمان بتحسن من صحة الجهاز الهضمي وتتخلص من عسر الهضم، وبتحفز كمان الجهاز المناعي من خلال زيادة عدد الخلايا المناعية بالجسم، ودورها مهم جدا في تقليل مقاومة الانسولين. طيب البكتيريا دي اصلا بتتغذى على ايه؟ زي ما انت قلته على الالياف، وبتنتج مركبات بتساعد على التخفيف من مقاومة الانسولين. فلما نكتر من تناول الالياف مقاومة الانسولين هتقل بشكل كبير، اللي بدورها هتساعد بشكل كبير جدا على خسارة الوزن، لانها بتساعد في التخفيف من سكر الدم، وبتعزز من حساسية الانسولين اللي برضو بيساهم في تقليل الوزن. لان لما حساسية الانسولين تتعزز في الجسم، جسمك هيقلل من حاجته لانتاج الانسولين، فنخس بشكل اسرع. والكلام ده برضو موجه لمرضى السكر. وبس كده، عرفوني تحت في التعليقات مين فيكم يوميا ملتزم بتناول الخضروات او حتى طبق السلطة كل يوم. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وابعد عنا شر الكبر والرياء يا رب العالمين. دمتم بصحة وخير. كان معكم دكتور ضياء الدين، واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم.